بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 78. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. نبدأ رسالة وصلت من مستمع للبرنامج شيخ، يقول في سؤاله الأول: ورد حديث بأن على المرء أن يجعل له خبيئة من عمله الصالح في هذه الدنيا، ما المقصود بهذا وهل الحديث وارد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أنا لا أعلم عن صحة هذا الحديث ووروده، ولكن معنى صحيح أن المسلم يجعل له عملا صالحا يجده عند الله سبحانه، يدخر خبيئة يعني ذخر عند الله سبحانه من العمل الصالح. والله جل وعلا يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ولا يضيع عند الله سبحانه. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. المسلم يجعل له ذخرا عند الله سبحانه وتعالى. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وصادفت يوم العرض من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصد. نعم. يقول السائل: يا شيخ، لماذا ضعف حال الأمة المسلمة في وقتنا الحاضر، وما الأسباب التي تجعل الأمة المسلمة كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السبب في هذا الفتن الصارفة عن الحق والافتراق، الاختلاف بين المسلمين، هذا سبب الضعف في الأمة الإسلامية. على الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله جل وعلا في كثير من الآيات أمر بالاجتماع بين المسلمين ونهى عن التفرق والاختلاف. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل أبو أحمد: أجد صعوبة شديدة عند قيامي لصلاة الصبح، فما الحل في نظركم في هذا؟ حل أن تجاهد نفسك وتعود نفسك على القيام ولا تستسلم للكسل، وأن تعمل الأسباب الموقظة، أن تجعل عندك منبها ينبهك للصلاة، أو توصي من يوقظك للصلاة، ويعينك الله سبحانه وتعالى. نعم. السائلة يا شيخ تقول: إذا طلقت المرأة وهي نفساء، فهل الطهر من دم النفاس يعتبر أول طهر ويحسب من العدة، أم لا بد أن تحيض ثم تطهر ويحتسب الطهر الذي يكون بعد الحيضة الأولى من النفاس؟ إذا طلقت وهي نفساء فلا تعتد بالنفاس، أو طلقت وهي في أثناء الحيض فلا تعتد بهذه الحيضة، وإنما تستقبل ثلاث حيض جديدة بعد التي هي فيها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض، وقيل ثلاثة أطهار بعد الطلاق. نعم. يقول السائل: يا شيخ، أنا أستغفر للمسلمين في جميع صلواتي، فأقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب للدعوات، فهل لي بكل واحد منها حسنة؟ بلا شك، إذا صحت النية ودعوت لنفسك وللمسلمين فهذا فيه فضل عظيم، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى. نعم. قل: إذا كنت أعمل في شركة وفي داخل الشركة هناك أشياء مستعملة ألقيت في مكان مخصص بغرض التخلص منها كالنفايات، هل يحق لي الاستفادة منها؟ استأذن من المسؤول عن الشركة يأخذ شيء منها أو أخذها، إذا أذن لك فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: اشتريت شقة شيخ للسكن، وهي
تباع بالتقسيط حتى انتهاء البناء، فدفعت المقدم وأدخر بالبنك باقي ثمن الشقة، فهل تجب الزكاة على المبلغ المدخر أم لا؟ نعم، إذا حال الحول وعندك شيء من المال يبلغ النصاب أكثر فإنك تزكيه، سواء ادخرته لسداد دين أو لغيره من الحاجة، أو ادخرته للتوفير. نعم. يقول الشيخ: هل يجوز إعطاء أخي الأكبر جزءا من الزكاة، زكاة المال، علما بأنه موظف ولكن دخله لا يكفي لأسرته الفقيرة؟ نعم، بل هو أولى، والصدقة على القريب المحتاج عن صدقتين، صدقة وصلة. نعم. أيضا له فقرة أخرى بالنسبة يا شيخ الأقارب يا شيخ صالح، مثل البنت والأخت والعم والعمة، هل نعطيهم أيضا؟ لا، البنات والبنين والآباء والأجداد لا يعطون من الزكاة، وهما الأصول والفروع، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهما إذا احتاج وهو غني، ينفق عليهما، فلا يجعل الزكاة وقاية لماله، لا تحل الزكاة لعمودي النسب. نعم. يا شيخ، هذا له سؤال عن ليلة القدر، يقول: 27 من شهر رمضان، أين تكون ليلة القدر؟ هل تكون إذا ثبت بالتحديد، هل هي مساء يوم 26 حتى طلوع الفجر، أم مساء يوم 27؟ ليلة القدر في رمضان بلا شك، ولكن تحديدها هذا هو محل النظر، أنه لم يثبت في تحديدها دليل على تخصيص ليلة معينة، وإنما هي في رمضان، ولكن آكد ما تتحرى فيه في العشر الأواخر، آخر ما يعني آكد ما تتحرى فيه ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في أوتاره 21 23 25 27 29 في الأوتار، وأحرى ما تكون ليلة 27. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أنا أبكر للصلاة وأجلس في الصف الأول، ويوميا أقرأ سورة البقرة كاملا، ما ورد يعني دليل؟ نعم، ورد أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وأما تحديد يوم أو أيام أو أسبوع أو ما أشبه ذلك تأتي إلى دليل. نعم. فضيلة الشيخ أيضا من أسئلته يقول: بأذهب لصلاة الفجر وبعد الأذان أصلي أكثر من ركعة، ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الفجر. إذا طلع الفجر فلا صلاة نافلة إلا راتبة الفجر، أصليها في البيت، وإذا وصلت إلى المسجد تصلي تحية المسجد وتجلس، أو تؤخر راتبة الفجر إلى أن تحضر في المسجد وتصليها وتكفي عن تحية المسجد. نعم. يقول السائل: يا شيخ، هل لابد من دراسة علم الفرائض، أو أنه يسقط عن بعض العامة؟ دراسة علم الفرائض لابد منها، ولكنها لا تجب على كل أحد، وإنما هي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي حاجة المسلمين فإنه يسقط الإثم عن الباقين. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، أصيب هذا الشخص بمرض عضال، يقول: أنا أدعو بهذا الدعاء: يا ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مثل دعاء أيوب، وأكرر هذا. شيء طيب، الله قريب مجيب. نعم. يقول: بالنسبة لهذه العبارة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، لمن هذه العبارة، وهل للخطيب أن يستعملها؟ هذه العبارة تروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. وهذا كلام طيب، وأيضا هو مأخوذ من الأدلة، كتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو سالم يقول: بعض أولادي مفرطين في التعامل معي، هل لي أن أعاملهم يا شيخ بالنقص من الراتب لهم أو العطيات لهم؟ أدي الحق الذي عليك واسأل الله الحق الذي لك، إذا قصروا في حقك فأنت لا تقصر في حقهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. نعم. يقول فقرته الثانية: شيخ، ما الأسباب المعينة في تربية الأولاد المفرطين، وهل الدعاء يكفي للهداية لهدايتهم لطريق الحق؟ ما يكفي الدعاء، بل تربيهم أيضا على الحق وتلزمهم لأداء الفرائض، لأنهم في ذمتك وأنت مسؤول عنهم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال سبحانه في حق إسماعيل: إنه كان صديقا نبيا وكان يأمر
يأمر أهله بالصلاة والزكاة كان عند ربي مرضيا. وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم المضاجع. هذه مسؤولية، مسؤولية الأولاد على الآباء. نعم. يقول الشيخ السائل: سمعت شخص يقول اللهم صل على فلان من الأحياء. لا بأس بذلك، الصلاة الدعاء، اللهم صل عليه يعني دعاء، يدعو وصلي عليهم أي يدعو لهم. نعم. حديث الشيخ: السفر قطعة من العذاب، هل ورد ذلك؟ نعم، ونوع من عذاب البدن، عذاب النفس، لأنه شاق، السفر شاق. نعم. يقول: ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير؟ لما سأله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أصابه مرض، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه ذو مال ولا يرثه إلا ابنة له، أفأتصدق بكل مالي؟ قال: لا. قال: بشطره؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا سبب الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: الشيخ أبو عبد الرحمن، تساهل الناس كثيرا في شهادة الزور، وإذا كان قد حصل لهم منفعة بهذه الشهادة فضيلة الشيخ، ماذا يجب على هذا الذي شهد زورا؟ يجب عليه الوعيد الشديد، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار، عياذ بالله. الله جل وعلا يقول: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق، يعني لا نصيب لهم في الآخرة، يعني في الجنة، وهذا وعيد شديد. فلا يشهد المسلم إلا على ما يعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا يشهد إلا بما يعلم، ما شهدنا إلا بما علمنا. لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا على ما يعلم بسماع أو رؤية أو استفاضة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما المراد بالآية ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات؟ المراد بالآية القبلة، بكل وجهة يعني في القبلة، في الصلاة النصارى لهم قبلة واليهود لهم قبلة والمسلمون لهم قبلة، قبلة إبراهيم عليه السلام وهي الكعبة، لكل وجهة هو موليها. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يقول بأنه قرأ في أحد الكتب بأن الكعبة أول من قام ببنائها آدم عليه السلام، حدثونا عن ذلك. نعم، المسألة فيها خلاف، الله جل وعلا قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، مكان البيت فدل على أنه كان معمورا من قبل، وأن إبراهيم عليه السلام أمره الله ببنائه وتجديد بنائه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة باركا وهدى للعالمين. نعم. يا شيخ، هل الندم يكفي لغفران الذنوب أم يجب اكتمال شروط التوبة؟ لابد من اكتمال شروط التوبة، التي منها الندم على ما فات، الإقلاع عن الذنب والعزم لا يعود إليه والندم على ما فات. نعم. أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة أم سالم: الزوجة الشيخ التي أخطأت في حق زوجها منذ سنين مضت، ثم تابت وأخلصت التوبة، ولا هم لها الآن إلا إرضاء هذا الزوج، وهو رجل صالح قام بتربية أولاده الخمسة على أكمل وجه، فهل يكفي التوبة؟ وماذا تعمل هذه الزوجة التي أخطأت سنين طويلة في حق الزوج؟ لا تكفي التوبة، لابد من استسماح الزوج عن التقصير الذي حصل، لابد من استسماحه، طلب المسامحة منه عما حصل من التقصير مع التوبة إلى الله. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول يحلف على القرآن ويضع اليد اليمنى على هذا المصحف، هل هذا جائز؟ لا، هذا غير مشروع، ولا يتخذ المصحف للحلف عليه، هذا شيء لم يرد. نعم. يقول السائل محمد من الرياض: أمي توفيت وعليها صيام، وقد صمت عن والدتي في بداية شوال قبل الست، فما رأيكم في ذلك؟ مأجورين. طيب، هذا شيء طيب، إذا كان على أمك صيام لم تقضه حتى ماتت وصمت عنها، فهذا من البر والإحسان إليها، ويصل ثوابه إليها إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم الشيخ. من الأسئلة التي وردت يقول: عندي في البيت وفي مكتبتي مصاحف مقطعة وأوراق من المصحف الشريف، ما الأفضل فيها، الدفن أو الإحراق؟ كلاهما جائز، إن شئت تدفنها في مكان طاهر، وإن شئت أن تحرقها، والإحراق أحسن لأنها تذهب ولا يبقى منها شيء. نعم. يقول في الآية الكريمة: يسألون
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا من التدرج في تحريم الخمر، لأن الناس كانوا مغرقين الجاهلية في شرب الخمر، فلو منعوا منه بأول وهلة لما حصل الامتثال من بعضهم أو من أكثرهم، فالله تدرج معهم في تحريمها. قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولا شك أن العاقل لا يقدم على شيء ضرره أكثر من نفعه. ثم نهوا عنها نهيا حاسما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا حاسم في تحريم الخمر إلى غير رجعة. نعم. نختم هذا اللقاء أيضا بسؤاله عن الآية الكريمة وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة. نعم، الله جل وعلا قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يريد آدم عليه السلام خليفة لمن قبله ممن كانوا يسكنون الأرض، هو خليفة لمن كان قبله. الله أخبر الملائكة بذلك، فالملائكة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء الأشياء، ثم عرضهم على الملائكة، سأل الملائكة عن هذه الأسماء فلم يجيبوا، قال يا آدم أنبئهم بأسماء، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. الله سبحانه وتعالى فضل آدم بالعلم، فضله على الملائكة الكرام بالعلم، دل على فضل العلم النافع. نعم. شكر الله لكم شيخ صالح، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أشكر فريق العمل الذين سجلوا هذا اللقاء مع فضيلته. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.